اهلا ومرحبا بيكم، معاكم محمد عادل، وده فيديو توتوريال جديد ليا من قناة هوك. طيب النهارده هتكلم معاكم على حتة الكرييتيف فيجوال، ازاي بعمل الكرييتيف فيجوال ده. قبل ما ابدأ ده انا لازم اكون مطلع كويس جدا على الاعمال اللي حواليا. بمعنى ايه؟ انا بشوف ديزاينز كتير، بشوف بوسترات، بشوف اخراج، بشوف حاجات كتير بتغذي عيني. فكرة ان انت تغذي عينك ده شيء مهم جدا. ايه اللي يحصل لو ما غذيتش عيني؟ ولا حاجة، ببساطة مش هتقدر تطلع بكونسبت، مش هتقدر تطلع بفيجوال. ليه؟ علشان انت مش مطلع، عشان انت ما بتتفرجش كتير. حتة ان انت تتفرج كتير ده هيغير تفكيرك، هيخليك تبدع، هيخليك تطلع حاجة جديدة. طيب ماشي، قبل برضو ما اخش معاكم في التصميم او قبل ما ابدأ اخش معاكم في الفيجوال عامة، لازم الناس تبقى عارفة حتة اسس وعناصر التصميم اللي هي بتأثر على التصميم الجيد. بمعنى ايه؟ عشان اطلع بتصميم جيد هو انا لازم يكون في عناصر في التصميم. اللي هي ايه العناصر؟ اللي هي النقطة، الخط، الملمس، اللون، الشكل والأرضية، الفراغ. الحاجات دي هي عناصر لازم تبقى موجودة في التصميم عشان يبقى التصميم ظاهر. طيب في أسس أنا بمشي عليها علشان الأسس ديت تخلي التصميم برضو كويس، اللي هي إيه؟ اللي هي الإيقاع، الاتزان، الوحدة، التناغم. الحاجات دي كلها لازم تكون بتصب في التصميم بتاعي، والبؤرة الذهبية طبعا. طيب هوريكم دلوقتي طبعا انا ازاي بعمل الكرييتيف فيجوال اللي انا هعمله. هو فكره طبعا الكرييتيف فيجوال دوت ان هو مكان فيه خضره كتير، فيه زرع كتير، فيه اشجار، الاشجار مغطيه على كل حاجه، فيها بيوت. اول ما جالي الموضوع دوت انا طبعا شفت غابات كتير، فقلت ان انا اختلق حاجه يكون فيها الشكل دوت. طبعا حاجه تانية مهمه ان اي تصميم انت بتعمله هو لازم يكون فيه بطل، لازم تبقى عارف ايه البطل بتاع التكوين بتاعك، علشان البطل ده انت بتختار البؤرة الذهبية بتاعته وبتحطه فيها وبتبني عليه بعد كده بقية التصميم. ماشي نبدأ. طيب ده الشكل النهائي للتصميم بتاعي. طبعا انا مش عارف هقدر اوصل للمرحلة دي معاكو في التكوين ولا لا، بس هنحاول. طيب قلنا قبل كده المساحة، أنا بشتغل على المساحة اللي هي 1920 × 1080. نسمي الفايل أي حاجة، طبعا الريزولوشن مهم جدا إن هو يكون عالي عندي، ممكن نخليه كده. ونبدأ نشوف العناصر اللي هنستخدمها. ممكن طبعا احنا قلنا قبل كده الأرضية حاجة زي كده. ممكن نعمل واحدة تانية منها. بالشكل ده كده. وممكن نعمل لها لاير ماسك. طبعا انا هكون يعني هحاول ان اكون سريع شوية عشان ما اطولش عليكم. ممكن نعمل راستر ميرج ونبدأ. ممكن نعمل حاجة زي كده، بنسلكت و نشد لفوق شوية بحيث ان احنا نسترتش الشجر شوية لفوق. ممكن نبدأ نضيف عناصر تانية.
حاجة زي كده برضو لو شدناها ايه اللي ممكن يحصل؟ هبدأ أشيل الشجرة ديت علشان تضايقني شوية. عايزين بقى يعني ندخل مستوى الشجر شوية كده. طيب نبدأ نشوف العناصر برضو اللي احنا قصينها علشان ايه مطولش عليكو. ممكن مثلا حاجة زي كده، انا اوريدي قصصها، انا اخدت الجزء دوت. ممكن نفتح شوفوا. ونبدأ نختلق بقى ايه العالم اللي يعني مش موجود. ببدأ اركب الحاجة كلها على بعض وابدأ اشوف الحاجة دي هتطلع لي ايه. طيب انا هبدأ الاول بس اقعد اجمع الصور. صورة زي دي ممكن نشيل منها درجة الأصفر شوية. كوماند يو ونستخدم كاميرا رو فلتر. نبدأ نهدي الحتة ديت خالص او يعني بنفصلها سنة علشان ايه ما تبقاش باينة في السلكشن بتاعي. ايه اصلا عندي تقريبا بي ان جي. انا مش عايز غير الجزء اللي فوق، يعني انا بالنسبة لي انا ممكن اخد الجزء بس اللي فوق ده اللي ايه يبقى باين عندي. ببدأ بس اشيل الجزء ده اكتر. برضه ممكن نشيل درجات الأورنج شوية منه. وأبدأ برضه أشوف الصور التانية اللي عندي اللي ممكن أستخدمها، يعني ممكن صورة زادت أنا عاجبني النهر فيها شوية أحطها. ممكن أخلي الجزء ده هو النهر عندي لان انا عاجبني الحتة ديت، فببدأ اسلكت برضو فيها بالبن تول. نحاول نخليها برضو لمستوى الارض. انا عايز انزل سنة بسيطة بمستوى الارض مثلا هنا. ماشي انا هاخد الجزئية ديت، الجزئية ديت عجباني هنزلها سنة بسيطة برضو هسترتشها. طبعا انا عندي حاجة مهمة لازم برضو الناس تبقى مركزة فيها،
مستوى الارض عامه او البحر او اي حاجه عشان يبقى في الصوره شكله كويس. احنا بنتبع طريقه برضو معينه اللي هي طريقه البؤره الذهبيه. البؤره الذهبيه ديت او التلت التلتين الجزء ده ممكن ان احنا نعمل فيه 3 اجزاء، يعني مثلا التلت للتلتين، الجزء اللي تحت دوت بيبقى فيه الارض او البحر او اي حاجه، والجزء اللي فوق ممكن بقى سما، ممكن يبقى اي حاجه. فهو بالتالي انت لو اتبعت الخط الارض بيبقى بنفس المنظور ده، هتلاقي التصميم رؤيته جيده بالنسبه للمشاهد. بس فانا بالنسبه لي انا نزلت سنه تحت علشان اخلي الحته ديت بسيطه، خليها تلت مثلا كده. يعني انا عندي مثلا الجزء ده هنا تلت ودوت تلتين، فاحنا نبدأ بقى ممكن نعمل حاجة زي كده ونسلكت فيها بالبين تول. بالشكل ده مثلا next selection. اوكي ندوس layer mask، هنعمل ماسك. بس طبعا لازم نعمل ال invert selection اللي هو command shift i، وبعدين نعمل ال layer mask. ماشي، انا كده بالنسبة لي الحتة ديت لطيفة، حاسس ان هي مدمجة شوية مع الارض. بس هبدأ اعمل بس يعني اخفف سنة في الماسك كده في الحتة ديت. بالشكل ده مثلا كده انا الحتة دي بتهدى عندي شوية. انا كل ده انا حاسس ان الحتة دي مدمجة. ممكن هدي بس سنة حتة البسيطة ديت، ممكن هديها سنة كده برضو ناكل فيها شوية. بالشكل ده طيب انا كده الجزء ده انا راضي عنه سنة بسيطة. بس طبعا لسه مش راضي عن الجزء اللي ورا ده اللي هو ده، لان فيه احمر، فاحنا ممكن نفصله سنة وممكن نعمل عليه لاير جديدة وناخد من نفس درجة الخضار دي مثلا اي درجة هنا، وممكن نلونه بيها ونعمل blending mode. يعني ممكن نشوف مثلا حاجة زي كده عملت ايه. ماشي، ممكن نقلل برضو من هنا سنة بحيث ان هو ايه ما يبقاش الحتة ديت باين فيها قوي المشاكل بتاعتنا. وبعد كده ممكن نضيف شجر عادي جدا برضو نداري بيها الدفايات اللي عندنا. طيب انا الجزء ده انا راضي عنه لحد ما، ممكن نبدأ نشوف بقى حاجات تانية. يعني ممكن مثلا حاجة زي طبعا في حاجات اريد انا اقصصها فهحاول انجزكو برضو. ممكن يعني مثلا حاجة زي كده اخد الجزء بتاع المية ده
ممكن حاجة زي كده. طيب ممكن اخد حتة ديت خليها ورا ديت كده، برضو هنزل بمستوى المية شوية مع الأرضية، نعمل سكيو. كده مثلا، وأقلل الأوباستي شوية بحيث إن أنا أبقى شايف أنا بمسح إيه أو أنا باخد أنهي جزء فيه. طيب أنا عايز الحتة دي كلها تبقى بحيرة، طيب ممكن نعمل له لير ماسك ونبدأ نمسح برضو في الأطراف بتاعته، نشيل ده كله مش عايزينه، ممكن نفتح السن عشان نبقى شايفين. الكلام ده كله مش محتاجه. ممكن اخد حتة زي دي برضو. ماشي، نشوف ايه تاني عندنا. ممكن حاجة زي دي، ونعكسها ممكن نبدأ بقى نمسح ايه من الحاجات اللي ملهاش لازمة هنا. برضو نفس الكلام، السما الجزء ده انا مش عايزه الصراحة، أنا عاجبني حتة هنا برضو ممكن الواحد ياخدها، بس يعني خلينا برضو نمسح ده كله. طبعا مهم جدا وأنا شغال أنا عمال بجرب، يعني أنا عيني شايفة وبحاول أجرب إن أنا أطلع بفيجن حلوة. يعني أنا برضو ممكن أعكس تاني، بالشكل ده كده انا مثلا يعني بدأ يبان شوية عندي. ممكن ندخل هنا سنة كده بسيطة، ماشي. نبدأ نشوف برضو ايه الحاجات التانية اللي عندنا. انا ممكن اعمل جروب لدول، نخلي دول باك جراوند، و نخلي دول مثلا فرونت باك جراوند. طيب هبدأ بقى اشوف ايه الحاجات التانية اللي عندي برضو ممكن احطها في الفرونت. انا ببدأ ارمي اللايرز بتاعتي اول باول، حاجة زي كده. انا حطيت دي مثلا، ممكن احط حاجة زي كده، احط حاجة زي كده، احط حاجة زي كده. في حاجات كتير قوي ممكن تتحط يعني، فانا هبدأ اشوف واحدة واحدة كده ايه اللي ممكن يتحط. حاجة زي كده مثلا، ممكن احطها ورا. ممكن بالشكل ده مثلا، ممكن احط عليها حاجة زي كده.
طبعا انا بحاول اكون سريع معاكم علشان ايه ما الناس ما تملش. ونعمل له لير ماسك برضو ونشيل الأجزاء اللي فيها الخشب ديت، هنا كده مثلا وهنا مثلا بالشكل ده. طيب هو الموضوع لسه مش واضح قوي، بس نبدأ نحط برضو الايتمز بتاعتنا، لأن في ايتمز كتير جدا متحضرة ولازم نبدأ نحطها في التكوين. ممكن حاجة زي كده كوانتي وين فليب. ممكن نخليها بالشكل ده مؤقتا. ماشي. ممكن برضو نحط حاجة زي كده كونتيو نفلب. نخليها هنا. ماشي. طبعا حتة الالوان والحاجات ديت انا كده كده بقعد احط الايتمز بتاعتي وبقعد احط التصور بتاعي وارمي العناصر بتاعتي لحد ما اشوف حاجة بعناية. اول ما اشوف حاجة بعناية انا بقفش فيها على طول واحاول ان انا ايه يعني ابدأ بقى اظبط بقى الفيجوال بحيث ان هو يبقى واضح قوي قدامي. طيب نبدأ برضو نرمي ايتمز حاجة زي كده. طبعا انا الحاجات ديت بحطها عشان ايه لو في اي مشاكل او في عندي مثلا حاجة باين فيها دفوهات او اي حاجة انا بغطيها. شجر نازل برضو. ممكن ناخد منه واحدة تانية الحياة دي. ماشي. ونبدأ برضو نحط حاجات زي كده. ممكن نشوف ده ايه. اوكي. طيب انا عندي ده البطل بتاعي هو اوريدي، يعني انا حضرته وعملت له اديت وكده ان انا يبقى باين عندي بطريقة معينة. هاخده برضو استخدمه. طبعا الحته ديت انا عملت في اللير ستايل، انا غيرت الحاجات بتاعته والظل والنور بتاعه والاوتر جلو والحاجات ديت كلها علشان يبقى باين ان هو ايه يعني لاسع معايا شويه. طبعا انا ممكن اجي اقوم اعمل حاجه زي كده الاوتر جلو، ممكن اقوم اعليه مثلا سنه الشكل ده. وممكن اقوم اعمل له كده كرييت لاير. كل دول هيبقوا فوق اللاير الأساسية وتحتيها.
ماشي، يعني ده الشادوينج والحاجات ديت كلها. طبعا الحتت اللي انا مش محتاجها بشيلها، والحتت اللي انا محتاجها بخليها. ممكن حاجة زي كده اشيلها هنا، ده مش محتاجه، سنة عند رجله هنا تحت. ممكن حاجة زي كده عادي، حاجة زي كده عادي. اوكي ماشي، ده بقى ممكن نمسح من الناحية دي كده. ممكن نهدي برضو الجزء ده سنة، نخليه بالشكل ده. ماشي، نعمل جروب. بالشكل ده مثلا ممكن نكبره سنة بسيطة. وأبدأ أعمل ليرات تانية فوقيه. أبدأ أظبط بقى الإضاءات شوية. ونغير في البلندنج مود، نحاول نخليه مثلا اوفرلاي ونقلل فيه قوي. ممكن نعمله سنة بلور بحيث ان هو ايه يبقى باين انه عادي. ماشي، وبعد كده بقى ببدأ ان انا اعمل له لير تانية. ممكن alt option اعمل له واحدة تانية، نحوله مثلا لأبيض واسود، خليه normal و command T ونعكسه بالشكل ده. طبعا انا بشوف مكان الإضاءة بتاعتي فين، ممكن يبقى البؤرة بتاعتها هنا مثلا او حاجة، و اعكسها مثلا بالشكل ده سنة بسيطة بالشكل ده. تمام، ممكن اضيف برضو تحته درجات تانية، حاجة مثلا زي ديت. بعمل له برضو يعني حتة كده بقرة صغيرة مسترتشها، نقطعها معاه انتر. وممكن نعمل واحدة تانية برضو alt key و نشدها تحت رجله. طيب هعملها برضو بلندنج مود، هخليها مثلا سوفت لايت، لان الحاجات دي بتفرق جدا انها تبقى واخده من نفس الدرجه بتاعه الارضيه. حته انها تبقى واخده من نفس الدرجه بتاعه الارضيه ده شيء مهم جدا. طيب بالشكل ده ممكن حاجه زي كده برضو نعمل لها بلندنج مود، بس طبعا هي مش هتأفكت. ليه؟ لان هي مش معموله سمارت اوبجكت او راستر. نحولها سمارت اوبجكت ونغير فيها في البلندنج مود بتاعها. ممكن نخليها سوفت لايت ونعمل لها جاوزن بلور بالشكل ده. كده مثلا تمام. بعدين ممكن ناخد اللاير دي سنة بسيطة كده، ممكن نضيف لها برضو شوية ألوان وإضافات لحد ما إيه أحس إنها مظبوطة معايا. ناخد برضو الجزء ده شادوينج كده سنة بسيطة. نهدي سنة بالشكل ده. ممكن أعمل لها برضو
لاير ماسك للماسك لللاير الرئيسية، وأبدأ برضه أحسس إن في شوية زرع بسيط داخل فيها. انا مش عاجبني ده سنة، ممكن نهديه سنة بسيطة. ماشي، ممكن برضو نعمل دوت شوية ان بيرن عليه. هيفضل طبعا وانا بعمل دوت ان بيرن ان انا اكون عامل نيو لاير، سوري، نعمل نيو لاير وشيفت ديليت ونقلب ديت نخليها 50% جراي مثلا. اوكي، نعمل لها اوفرلاي وبعدين اشتغل عليها، بعمل دوج ام بيرن، ننور بقى الحتت دي بالشكل ده مثلا. ممكن نخليها 100. بنور طبعا الأطراف والحاجات ديت علشان ايه، يبقى باين السان ريفلكس والحاجات ديت. يعني ممكن ننور برضه الحتة دي كده. بيرن تول بقى ونبدأ نغمق مثلا الحتت اللي فيها ظل شوية، حاجة زي كده. ممكن نرجع سنة بسيطة بالبيرن تول. ممكن نعدلها سنة بسيطة بالشكل ده. طيب ممكن أكون راضي سنة على الشخص، فأنا ممكن خليه كده مثلا. اوكي، ده تمام. طيب وابدأ اضيف بقى اضافات تانية، مثلا نعمل بس جروب لكل حاجة عشان ما تلخبطش. تري هاوس، اوكي، نخلي دي دلوقتي ونرجع لها تاني. ممكن بقى نضيف إضافات زي كده، يعني حاجة زي دي. طبعا كل ما تضيف العناصر كتير كل ما يكون يعني أحيانا بدأ في التصميم وأحيانا بيخلي التصميم بيبقى أقوى. يعني أنت كل ما تحط عناصر طبعا هو الموضوع بيبقى كتير، بس في نفس الوقت ساعات بيبقى أحلى لما بتضيف عناصر كتير. بس طبعا احنا حاطين دول الاتنين، ده وده وده وده. ممكن ناخد برضو حاجة زي كده نخليها فرونت. نحطها فوق، شوف شكلها ايه لو عكسناها. حاجة زي كده مثلا،
نشوف ايه تاني عندنا برضو حاجة زي كده نعكسها. طبعا انا برمي الايتمز بتاعتي بس الاول لحد ما يبان عندي التكوين علشان بعد كده ابدا اشتغل فيه. يعني انا كل ده انا بحط لايرز لحد ما ايه يظهر عندي الشكل اللي انا مرتاح له او عيني مرتاحه له، وبعد كده ببدا اخش بعد كده بالريتاتشنج او ان انا ابدا اغير في الوان او ان انا اظبط مودز او اي حاجه. اهم حاجه ان انا اكون راضي عن الشيب او الشكل بتاع الفيجوال. يعني انا بشتغل انا لازم اكون راضي الاول عن الشكل، وبعد كده ببدأ ارمي بقى التونز وابدأ امسك كل مثلا ايتم اشتغل فيه. ماشي. نبدأ نشوف برضو ايتمز تانية حاجة زي كده برضو. ممكن نشوف حاجة تانية برضو، حاجة زي دي لطيفة، دي ممكن نستخدمها. ممكن نخلي ديت اكشلي في الحتة اللي قدام ديت، يعني ممكن نخليها هنا مثلا او تحت دي. ماشي. نبدأ برضو نوزع شجر حاجة زي كده. ممكن تكون الايتمز بتاعتي كتيرة، بس انا بفضل ان انا املى التكوين لحد ما ابقى راضي عنه خالص، او اكون وصلت المرحلة اللي هو انا شايف كل حاجة في مكانها وشايف كل حاجة مظبوطة. اوكي، ممكن نخلي ده مثلا في الباك جراوند برضو. كده ممكن اعمل له اوتر جلو. باللون ده اوكي، ممكن نصغر فيه سنة. نعمله لاير نحطه عليه، ممكن بقى نبدأ نمسح فيه شوية لحد بس ما نكون ظبطنا الجزء الأمامي ده. طبعا الجزء اللي تحت ده هنشيله خالص. ممكن نعمل واحدة تانية. ننورها. نغير في البلندنج مود. بالشكل ده كده عندي بقت واضحة سنة، بس برضو هي مش كل حاجة، فأنا هرجع لها تاني. يعني أنا ممكن أسيبها دلوقتي وأرجع لها تاني. طبعا كل ما تمسك يعني أي أيتم وتشتغل فيه أكتر، كل ما تبقى النتائج بتاعته أفضل، بس أنا عشان عندي لايرز كتير فأنا بحاول أنجز الدنيا شوية في التكوين بتاعي يعني. ماشي. ممكن ناخد برضو بقى الحاجات اللي زي كده، يعني في حاجات كتير قوي ممكن تتاخد معانا. ممكن حاجة زي كده، حاجة زي كده برضو في الباك جراوند، هي اوريدي موجودة.
والشادو بتاعها موجود، نحطها في الباك جراوند. انا ديت مضايقاني سنة، فانا هحاول اعمل هنا ال يعني احاول ابين الزرع شوية. ممكن اغير مثلا ديت، ممكن نشوف طول مثلا تبقى لطيفة كده شوية، تبقى يمنا ملمس الزرع. يعني انا كان عندي حاجات كتير بس هي واضح انها مش مسجلة حاليا، فانا ممكن اوريكم حاجة دلوقتي كده. ممكن نخليها لير عادية، أنا بستخدم أصلا. نبدأ نعمل حاجة زي كده، نعمل الشكل ده. طيب وبعدين ممكن نضيف برضو شوية عناصر تانية. ممكن مثلا أضيف حاجات بقى زي كده أو كده، شوف برضو حاجة زي دي. وممكن نحط عليهم لاير تانية برضو بالشكل ده، نغمق فيهم سنة. بالشكل ده برضو بنلعب في البليندنج مود عشان نخلي ألوانهم بتماتش مع الكالرز اللي حواليها. ماشي، نشوف ايتمز ايه تاني ممكن نضيفها. ممكن حاجة زي دي نضيفهم بقى فوق الباك جراوند. نصغر بقى سنة ونبدأ ايه نظبط الألوان شوية. بالطريقة دي ونبدأ نشوف برضه الحاجات اللي احنا ممكن نضيفها. نصغرها سنة كده مثلا، برضه نضيف حاجة زي دي. نعمل لها جروب برضو ديت، ونبدأ نضيف برضو فوقيها وتحتيها الدرجات اللي هي اللايت والشادوز. طيب ممكن نعمل الشادو الأول، نضيف هنا مثلا شادو بالطريقة دي كده، ونعمله بلندنج مود اوفرلاي. ممكن نعمل منه واحدة تانية ونعمل ريفلكت للشكل بتاعي كده، ونخليها برضو اسود. سمارت اوبجكت، ونغير برضو المود بتاعها، ممكن نخليها اوفرلاي. ماشي، نعمل لها برضو ماسك. هدي سنة الجزء ده بالشكل ده، ممكن نغمق برضو فوقيها. نعمل مثلا حاجة زي كده، نغمق سنة بسيطة. ممكن ديت بقى درجات اللايتس والألوان الفاتحة.
ممكن بالشكل ده. نعدل شوية كده. صراحة عجباني color dodge، شكلها شيك، ممكن نقلل بس فيها سنة بسيطة. ايوه ممكن نضيف برضو سنة ابيض فوقيها. هديها سنة بسيطة، ممكن نقلل ده برضو سنة بسيطة كده. الشعر اللي تحت أنا لسه مش راضي عنه، ممكن نضيف واحدة تانية كمان شادو خفيف كده أسود برضو، درجة سودة كده، وننزلها تحت البطة بالشكل ده مثلا. ممكن نخليها نورمال، نقللها سنة. ودي ممكن يعني نسكيو شوية لأن هي مكان الشمس هيبقى شوية، ونخلي برضو ديت بلور. كده مثلا كده ممكن يكون شكلها كويس. ماشي، نبدأ نشوف برضو عناصر تانية. يعني ممكن نشوف برضو كان في واحد تانية هنا حاجة زي كده. نضيفها برضو. ممكن نقرب دي. نخلي ديت الناحية دي كده. نعمل لها جروب ونبدأ برضو نحط اللايرز فوق وتحت. اللايرز اللي فوق، اللايرز اللي تحت قصدي، الأول شادو كده مثلا. ممكن نضيف بقى لير تانية تحت النهاية ديت. شوف الأول البلندنج مود اللي هو الأوفرلاي، ممكن نزود فيها واحدة تانية. ممكن نعمل واحدة تانية برضو نخليها نورمال ونقللها، نخلي الألوان قليلة بالشكل ده. برضو ناخد الريفلكشن بتاعها نخليه تحتها كده مثلا. ممكن نحركه كده و نخليه مثلا برضو أبيض وأسود كده بلور، جاوزن بلور. نهدي فيه سنة. نقلل كده ماشي. طبعا كل ما تضيف الوان اكتر، وكل ما تضيف تفاصيل، وكل ما تحط شادوز وظل ونور وحاجات، هتلاقي كل ده بيظبط اكتر. فاحنا ممكن برضو نبدأ نغير في البلندنج مود هنا سنة، بس لازم نعملها الاول سمارت اوبجكت. اوكي، ونغير في البلندنج مود عشان ما تبقاش باينه انها سودا. بالشكل ده كده ظهرت شوية.
طبعا انا في اوقات لازم ابعد الصورة شوية وارجع لها تاني، ارجع ابص عليها تاني. ممكن نقلل درجات الأسود هنا شوية علشان أنا حاسس إن هي إيه فاقعة أوي. درجات الأسود صراحة كتير هنا، فممكن نخليها كده مثلا كده، صغرها سنة. ماشي. ممكن بعد كده نضيف حاجة تانية برضو، بس نهدي برضو الحتة دي شوية. نبدأ نضيف برضو حاجة تانية. نبدأ مثلا نشوف حاجة زي دي. عايز اغير سنة بسيطة برضو عشان ايه يبقى متناسب شوية مع الشكل. برضو بعمل له لير فوقه ولير تحته، يعني ممكن برضو اللايرز دي تبقى منورة من الناحية دي. الشكل ده نبدأ نغمق الحتت دي كده مثلا، وبرضو بلندنج مود نعمل له لايرز تحته بقى. ممكن نخليها سوفت لايت. كده بدأت تبان شوية، بدأت تبقى مظبوطة سنة. ممكن نرمع الجزء ده برضو سنة بسيطة. نرجع تاني بس عشان اللي ردت ما كانتش موجودة، فنحطهم هنا كده. برضو نشوف ايه تاني موجود عندنا. ممكن حاجة زي ده مثلا ناخده ونحطه في الحتة اللي هناك دي. كده مثلا بالشكل ده. ممكن يظهر سنة كمان. برضو ممكن ناخد حاجة زي كده. انا برمي كل الايتمز بتاعتي وبعد كده ببدأ اظبط الالوان او اظبط اي حاجة بقى انا عايز اعملها. بالشكل ده. ممكن برضه اشوف ايه تاني ايتمز ممكن اكون ما استخدمتوش، حاجة زي كده.
احطها قدام سنة. مثلا كمان حاجة زي ديت برضو ممكن تضاف. ممكن تبقى بعيد قوي يعني، مش شرط انها تبقى باينة قوي، بس تبقى موجودة بعيد. طيب عندنا ايه تاني ممكن ما يكونش اتحط لسه؟ في حاجات تانية ممكن حاجة زي ديت مثلا، دي نخليها في الباك جراوند. ممكن مثلا تبقى طالعة في الجزء ده. الشكل ده كده نمسح الحتة دي سنة. وممكن برضو نبين الزرع شوية ان هو في تداخل بينه وبين الجزء ده. طيب ممكن برضو اضيف عليه شوية اضاءات بحيث ان هو ايه، يبقى باين ان الكواليتي بتاعته كويسة. نعملها برضو بلندنج مود سوفت لايت. ممكن نضيف واحدة تانية عليها سوفت لايت بالشكل ده. ممكن حاجة تظلم سنة برضو بسيطة حتى دي كده. نقللها سنة. وممكن نعمل ده برضو ريفلكت كده مثلا. نعملها اوفرلاي. دي سنة بسيطة. ممكن نمسح فيها شوية بالشكل ده. يعني كده ممكن يكون بدأ يبان معايا الشكل شوية، بس في حاجات برضو تانية لسه هنحطها. نبدأ نشوف الحاجات اللي فوق ديت. حاجة مثلا زي دول مثلا، نجمعهم برضو في جروب. خليها فوق دلوقتي مؤقتا. وممكن نبدأ نضيف برضو حاجات تانية. ممكن حاجة زي كده ممكن تضاف، بس هي مش مقصوصة فأنا هضطر إن أنا أقصها. نشوف طيب الحاجات اللي مش مقصوصة أو الحاجات قصدي اللي مقصوصة.
حاجة زي كده. حاجة زي كده. حاجة زي كده. فوق دلوقتي مؤقتا، وممكن نبدأ نضيف برضه حاجات تانية، ممكن حاجة زي كده ممكن تتضاف، بس هي مش مقصوصة فأنا هضطر إن أنا أقصها. نشوف طيب الحاجات اللي مش مقصوصة أو الحاجات قصدي المقصوصة، حاجة زي كده. حاجة زي كده. حاجة زي كده. وبعدين ممكن أبدأ أخد برضو الحتة ديت أظبط فيها شوية، عشان انا عندي هنا في شوية مشاكل. ممكن اعمل حاجة زي كده، يعني ممكن اعمل غير وابدأ مثلا اخد الشكل ده. مثلا بالطريقة دي كده، خليه 100. نبدأ نكرره شوية. ممكن نعمل منه حاجة تانية ونكبرها سنة. بالشكل ده. عشان بس نبدأ نداري العيوب أو المشاكل اللي مقابليني. يعني عندي مثلا حاجة ديت كده أهي. نضيف هنا برضو شوية. كده مثلا نعمل لهم جروب، ممكن نبدأ نغير في الستايل بتاعهم شوية. عايزين نقلل في التكستشر سنة كده مثلا. طيب ممكن بعد ما عملنا حاجة زي كده ممكن نبدأ نحط عليهم لاير تانية، ونبدأ ندي بس لساعات الضوء خفيفة كده. ممكن الدرجة دي مثلا، الشكل ده. كده مثلا ونبدأ نسترتش في البتاع شوية. كده بدأت تبان شوية انها واقعية سنة.
نبدأ نحط عليها لاير تانية خفيفة من الدرجات اللي حواليها، حاجة زي كده مثلا. طيب نعمل لها بلندنج مود. كده باين انها ممكن تبقى شوية واخدة من الخلفية. طيب بعد ما وصلت للمرحلة ديت، انا ممكن ابدأ اظبط اضاءات واظبط الوان. ممكن بقى الحاجات اللي مضايقاني طبعا هبدأ اعمل لها شادو، ممكن مثلا حاجة زي دي. نبدأ بقى كل حاجة نعمل لها شادو. سلام. نهدي الإضاءة شوية، برضه ممكن أعمل واحدة تانية تبقى فيها مور لايت بالشكل ده. كده مثلا برضو بلندنج مود، ونعمل برضو الريفليكشن بتاعه. كده مثلا خليه ابيض واسود. بلندنج مود، كده مثلا برضو، ونبدأ نظبط الحتة دي سنة. برضو كل ما تضيف تفاصيل اكتر كل ما يكون احسن، يعني كل ما تضيف اضاءات، كل ما تضيف نور، الحاجات دي كلها بتفرق. يعني انت واحدة واحدة وانت بتحط الحاجة، كل الحاجات دي بتفرق. كده مثلا نضيف برضه في الكوس اللي تحت ده كده، يعني كده اعتقد ان هو بقى باين شوية. ممكن برضه نظبط فيه شوية الوان كده. كده مثلا ده تمام، ممكن حاجة زي كده. كل حاجة بقى ببدأ أضيف لها ظل ونور وشادو وحاجات كتير. طيب احنا ممكن برضو يعني الحاجات دي تنجزها شوية. كده مثلا برضو نفس النظام. Thank you.
نحط شوية أبيض برضه فوق. صراحة ممكن نغير مكانه أصلا، ممكن نخليه هنا. عندي حاجة زي ديت برضه محتاجة تتظبط، كوماند يو، ممكن نلمعها سنة كده. طيب عندي ده برضه محتاج شادو، برضو نفس الكلام، بعمل له إضاءات وبعمل له ظل ونور كل حاجة. ده أحسن، عندي برضو حاجة زي كده. ممكن نظبطها برضو من تحت، الجزء تحت تسمى. ماشي، ده مش عاجبني، ممكن نحط بداله حاجة تانية. ممكن نشوف ايه تاني، طيب انا هاخد بالنسبة للحتة ديت اللي انا مش عايزه، اللي انا مش عايزه برضه نقفله. ممكن اخد بالنسبة للحتة ديت، اعمل سيلكت برضه الشكل بسرعة. أنا كده ممكن يكون ده الشكل الكويس اللي ممكن استخدمه، حطه مثلا هنا.
كده مثلا هنصغرها سنة كمان. ممكن نعمل حاجة زي كده نفتح سنة. كده اوكي مش نعمل له برضه لايرز تحته، ممكن تبقى كده. نحاول أبيض أسود برضو. كده ونعمل له بلور جاوزن بلور. نعمل له برضو ممكن نعمل شيب مربع مثلا حاجة زي كده. مثلا نعمل كده. ماشي طيب تمام. ممكن نبدأ نضيف عليها برضو sound effect. كده مثلا خليها نورمال شوية ونظبط. ده بدأت تبان شوية أعتقد، بدأت تظهر. ممكن نشوف برضو حاجة تانية ونكتر مثلا ديت، ممكن نعمل واحدة منها تانية. ممكن كده مثلا سنة. ممكن نستخدم حاجة زي ليب برضو. طبعا طريقة الفصل والكلام ده كله كان وريتهولكو قبل كده في الحلقات اللي فاتت، بس أنا بحاول أنجزه عشان إيه الوقت.
هديها شوية. طيب انا ممكن الحتة ديت كلها يعني نبقى بنجري فيها شوية. بالشكل ده ممكن أضيف برضو ليرز تانية، يعني ممكن أنا ممكن أضيف حاجة زي مثلا ديت أو ديت. بالشكل ده ونخليها تحت كده مثلا. طيب نبدأ بقى نشوف ايه تاني احنا محتاجينه. نبدأ نحط مثلا حاجة زي كده. برضو يعني حاجة زي كده، الحاجات دي بتفرق جدا ان اللي بيشوفها يحس ان في حركة، ما يبقاش الموضوع ثابت كده. كل الكلام ده بيبقى لطيف جدا لما بيبقى باين ان فيه حركة. طيب حاجة زي كده ملهاش لازمة، ممكن نصغرهم سنة بسيطة. Butterflies ممكن نبدأ نعمل لها motion blur شوية. كده مثلا ن apply كله على نفس الحاجة. ممكن نخلي الجزء اللي في الوش ده يبقى مثلا 50، ممكن حاجة زي كده برضو بنفس الطريقة. كأن في حركة. تمام، هنا برضو نفس الكلام، ممكن نضيف برضو حاجة زي كده. ممكن نبدأ نظبط في الدرجة بتاعتها، نعمل لها برضو نفس الحركة motion blur. طبعا الموضوع ده بيفرق جدا يا جماعة، ان هو بيبين لي ان في حركة في الفيجوال، ما هواش الموضوع ثابت. برضو نأبلاي على كله. طيب
ممكن نبدأ برضو نضيف حاجات تانية، ممكن الطيور أو أي حاجة تانية برضو ممكن تعمل شكل لطيف في الفيجوال، ممكن حاجة زي ديت. نمسح فيها شوية. ونغير في ألوانها. برضو نعمل جروب علشان ما نتلخبطش. ونظبط إضاءات. ونعمل شادو. نخفف فيه شوية ونديله درجة overlay، ممكن بالشكل ده. وبعدين ممكن نبدأ بقى نرمي إضاءات. ممكن مثلا حاجة زي كده، ونعمل لها سكرين. الشكل ده ممكن اوكي. ممكن نعمل واحدة تانية برضو تبقى بيضة. بالشكل ده ممكن نجيب ده سنة هنا كده شوية. برضو في حاجات ممكن تتظبط طبعا، إضاءات وحاجات كده ممكن نظبطها بعدين. نبدأ برضو نشوف ايه تاني عندنا ممكن نستخدمه. حاجة زي كده نحطها هنا برضو كده شوية. نهدي دول سنة ونشوف effects أكتر. ايه تاني ممكن نحطه؟ ممكن مثلا نستخدم
ممكن برضو نظبط شوية في الشخص ده. ممكن نجيب عليه برضو درجة الأصفر. ممكن نخليه سوفت لايت. كده مثلا نشوف ايه تاني ممكن نضيفه. كان في حاجة تانية، طيب ممكن احط برضو طيور زي ديت، حاجة زي كده. كده مثلا ممكن برضو واحد تاني زي ديت. شكل ده نعمل ده جروب بيردز، نبدأ برضو نضيف طيور تانية. حاجة زي كده حاجة زي كده. الشكل ده برضو ممكن نحط حاجة زي كده. ممكن أصغر الكلام ده كله برضو. نبدأ نغير بقى في الحاجة، نخليها بالشكل ده كده شوية.
ممكن برضو نضيف حاجة تانية، طيور تانية بالشكل ده. طيب برضو نبدأ نأبلاي الموشن بلور. بالشكل ده. كده مثلا ماشي. ممكن بقى نبدأ نعدل في الحاجات اللي هي اللي فيها مشاكل شوية، حاجة زي ديت. ممكن مثلا نغير ألوانها سنة، طبعا انا ببدا اشوف بقى الحاجات اللي ناقصاني او الحاجات اللي انا حاسسها مش مظبطه وببدا اظبطها يعني. غير برضو المايه ما فيها سنه، انا برضو ممكن نغمق دي سنه. نبدأ نديها برضو درجة إضاءة كده وسكرين. بالشكل ده. ممكن دي برضو نغمقها سنة. ماشي. عندنا برضو حاجة زي كده، شوف شكلها ايه، حاجة زي كده. برضه نضيف عليها الأصفر اللي هي درجة الشمس. ماشي. نخلي برضو درجة الشجر ممكن مصفر سنة. ممكن نحط عليه درجة صفار برضو. ماشي. ده تمام بالنسبة لي. ده ممكن يجي عليها شوية برضو أصفر.
بالشكل ده نخليها overlay. طيب هنا ممكن نظبط سنة ال perspective. الشكل ده لا تمام تمام ممكن نخلي ده سنة بسيطة هنا. ماشي طيب بعد ما وصلنا المرحلة ديت يا جماعة ممكن أبدأ أشوف بعض التفاصيل اللي ناقصاني. طيب حاجة زي كده مثلا ممكن نظبط فيها إضاءات شوية. أنا ممكن أشوف ديت الأول إيه مشكلتها. طيب ممكن أعمل منها واحدة تانية وهقلبها ونعمل ديت لير ماسك ونشيلها. كده مثلا تمام. وممكن نبدأ بعد كده نضيف حاجات تانية يعني درجات الأصفر برضو عليها بالشكل ده. خليها soft light.
ماشي، أنا كده ممكن أكون وصلت لمرحلة قريبة جدا من الشكل اللي أنا عايزه. أشوف بقى إيه تاني ممكن أستخدمه، يعني ممكن أستخدم الحاجات دي دلوقتي. ممكن أبدأ بقى أضيف تأثير الشمس. وبعدين ممكن أبدأ أضيف تأثير الشمس، حاجة زي كده. ممكن أضيف برضو حاجة زي كده. طيب، ونبدأ نضيف بعد كده بقى اللمسات الأخيرة. ممكن نعمل gradient، نعمل مثلا حاجة زي كده، ونقلل scale شوية، مثلا ممكن نخلي 50. بالشكل ده ممكن نعمل مثلا levels، نغير في levels شوية. ممكن نلعب شوية في الكيرفز. ممكن نلعب في الأطراف سنة. الشكل ده. طيب، ممكن نعمل color lookup، نخليه مثلا 50. نعمل واحدة تانية strip مثلا، ممكن نقللها 50 برضو. ممكن نشيل ده أصلا. ممكن برضو نلعب شوية في جريد ماب، ممكن نخليه مثلا درجة الصفرة ديت. اوكي، ونعمل له بلندنج مود. وين نقلله خالص. ممكن بالشكل ده.
ماشي. انا عندي هنا برضو في حاجة ممكن اظبطها بعدين، ممكن برضو نضيف حاجة زي كده. ماشي. ممكن برضو أضيف هذا السمك الأحمر. الشكل ده مثلاً بالشكل ده. طيب ممكن أضيف حاجة تانية برضو، ممكن مثلا نلعب في solid color، نعمل أسود، درجة أسود و soft light، نهدي في سنة وممكن نشيل من الجزء ده. وبعدين ممكن نعمل كوماند الت شيفت اي، نقفل اللاير و كاميرا رو فلتر، نبدأ نظبط الألوان شوية. ممكن نغير في الأخضر سنة، الشكل ده ممكن نغير في درجة الأزرق، الشكل ده ممكن درجة الأحمر والأورانج تهدى سنة.
ممكن نعمل واحدة تانية كمان ونعمل smart object نعمل لها overlay بالشكل ده ونهديها كده ممكن نعمل برضو واحدة تانية كمان فلتر خليها مثلا بالشكل ده ممكن نضيف عليها سنة بسيطة من الأبيض أو الأصفر بالشكل ده ودي كلها كده بعد ما انتهيت من الريتاتش تقريبا ممكن بقى كمان لو انا يعني عندي وقت ممكن اعمل كده مثلا اعمل نيو لاير واعمل شيفت ديليت واعمل جراي واقلبه اوفرلاي وابدا اعمل دوت جامبر الشكل ده كده طيب بكده يا جماعة أكون وصلت لآخر الحلقة أتمنى يكون الشغل عجبكم وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة من محمد عادل وهوك شكرا لكم.